ليه من الغرب؟ انسب مكان للبضاعه انها تخش من الجنوب. هو سيفي صعب على نفسه قوي كده ليه؟ سيفي يقدر يدخل بضاعه من الغرب، لكن الشركه ما عندهاش ثقه في سيفي انه يقدر يجيب البضاعه من الجنوب ويوصلها. طبعا دي كانت لعبه زين العطار. بس يا ريت سليم كان معانا. لو كان سليم موجود كانت مشاكل كتير اتحلت. بص يا مدام، المشكلة اللي بين سيف وسليم مش مشكلة سلاح تقيل وسلاح خفيف. المشكلة أساسا بين سيف والعطارين من زمان، ومش هتنتهي غير لما واحد فيهم يختفي من الصورة. ولحد ما حد فيهم يختفي من الصورة، الشركة يهمها إن البضاعة بتاعتها تتأمن. عشان كده أنا طلبت منهم يدولك ضعف اللي كان سيف هيديهولك. ده مقابل إيه؟ مقابل إنك تشارك في التأمين برجالتك. اهلا وسهلا يا سيبي. اهلا يا هاني، اتفضلي. اتفضل. انا عارف ان سيادتك مش عامله عزام، بس انا قلت اجي واعمل واجب بنفسي. البقاء لله يا هاني. كلك واجب يا سيبي، بس البكا على راس الميت. والعزاء اكيد هيتاخد، بس لما يجي اوانه. انا مبسوط من سيادتك في اللي ناويه تعمليه، وده معناه ان الموضوع لسه في دماغك. ما ينساش تارو غير الجبان يا سبي. والقاتل يقتل ولو بعد حين. سبحان الله، ده بقى اللي انا جاي عشانه. وانت دخلك ايه في طاري مع نوح؟ يعني ايه دخلي يا هانم؟ ده المثل بيقول انا وابن عمي على الغريب، وتوحيد الله يرحمه كان اكتر من اخ. غريب؟ طب توحيد كان سكتك الوحيده لدخول السلاح، ولما مات، قصدي انقتل، مفيش قدامك غير نوح. وان شاء الله لما نوح يموت مين هيدخلك البضاعة؟ حد جيب سيرة الموت دلوقتي يا مدام. سبيه، مفيش تنازل في دم نوح. وانا اوعى ساعتك، لو الموت هو اللي هيبرد نارك انا هطفيها خالص. بس تعالي حط ايدي في ايدك وهجيب لك حقك تالت ومتلت. سامعك؟ نوح بيدخل البضاعة من الغرب، احنا بقى هنسيبه وهندخل البضاعة من الجنوب. وهو هيسيبك تعمل كده؟ مش عايزين نسبق الأحداث. ومين بقى اللي هيدخل لك بضاعة من الجنوب؟ مش توحيد عنده ورثة برضه؟ آه، بس دول لسه أطفال صغيرين يا سيف بيه. مش الزوجة ليها تمن؟ أنا هو ده اللي جاي عشانه. نقرأ الفاتحة بقى. يا أهلاً وسهلاً. أهلاً يا سليم بيه، نورت دار محمدي. أهلاً بيك. أهلاً أهلاً. تفضل تفضل يا سليم بيه. والله دول الشدة اللي احنا فيها كنا استقبلناك احسن استقبال، لكن معلش سامحني. بيت الاصول بيبان من عتبته يا مسعد، واحنا مش غرب. طبعا طبعا يا سليم بيه، ده احنا اهل. والله يا مسعد ما انا عارف اقول لك ايه في الاول. ابارك لك على نيابة المجلس ولا اعزيك في وفيه؟ البقاء في حياتك اسلم بيها، مع اني يعني مستغرب مجيتك اللي هي على راسي. ليك حق تستغرب، واحد غيري ما يعملهاش ويجيلك لحد هنا. اول هام خدت مننا نيابة المجلس، وتاني هام سمعت طراطيش كلام انك بتتهم زينب بقتل وفي. محدش ليه مصلحة غيرها، وسيادتك سيد العارفين. جرالك ايه يا مسعد؟ بقى انا راجل جاي لغايه عندك ومدد ايدي وبقول لك البقاء لله، وانت بتخلي طارك معايا؟ انا طاري مش معاك يا سليم بيه، انا طاري مع العمده زينب ابو عبد الحميد. انا عارفها كويس من زمان، واللي حصل ده ما يطلعش غير منها. العطارين كلهم واحد،
فكر يا مسعد، انت لو فكرت كويس هتلاقي ان العطارين ما يعملوهاش، لان العطارين طول عمرهم دغري، سواء في الخير او في الشر. ربنا يجعلها اخر الاحزان. ازاي تسيبهم ويمشوا يا عزيز؟ كنت عايز نعمل لهم ايه يعني يا حسن؟ تمنعهم، تمنعهم ان شاء الله بالقوه. ما تظلموش يا حسن، عزيز عمل اللي عليه. لا ما عملش، ما عملش اللي عليه يا عم ياسين. عزيز تهاون معاهم لحد ما خرجوا عن طوعه. لو كنت مسيطر عليهم اكتر من كده ما كانوش عملوا كده. انت بتلوم عليا ليه يا حسن؟ انا من اول يوم قلت لك انا مش عايز ابقى كبير الدار، وان انا مش قد المكان ده، وانت اللي اصريت. وانا قلت لك ما عنديش حل تاني. لو كنت سبت كل واحد يعمل اللي هو عايزه كان زمانها خربت. ما انت عملت اللي انت عايزه يا حسن، وهي خربت فعلا لما سبتنا ومشيت. عندك حق يا ياسين، عندك حق. عشان كده انا هاجل جوازي دلوقتي من رحمه لحد ما اجمع اخواتي تاني وارجع الدار لموسى. لا انا مش معاك يا حسن، وسامحني بقى، انا مش هسيبك تظلم نفسك ولا تظلم رحمه معاك تاني. تاجيل الجواز مش هيقدم ولا هياخر حاجه يا حسن، لان احنا كده كده محتاجين رجاله وسلاح، برضه محتاجين نفرح يا اخي. وانا كمان نفسي افرح، بس افرح وسط اخواتي اللي اتربيت وسطهم، اللي ماليش عزوه غيرهم، مش اللي اتقسموا نصين، شويه هنا شويه في النجع. هنتجمع تاني يا حسن، ان شاء الله هنتجمع تاني. اتأخر قوي، تفتكر هياجي يا عبد حميد؟ تلاقيش يا زينب، سليم جاي 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 عشان يطمن على النجع وعلى المخازن. اما بقى موضوع العزا ده فهو زي ما تقولي كده واخده حجه. طول عمره ديب حويط، دماغ مع نفسه كده يا ابوي. ادينا قاعدين مستنيين طلته البهيه. فضيها سيره انت بس يا عمتي. وبعدين انت صغيره على القصه اللي انت عاملاها دي. ضرت انت يا واد ولا ايه؟ ملك ومالي؟ طول ما انت مقصره في الكلام ربنا بيسترها. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحب. وحشتني قوي يا عم. قسما بالله لو ما كنت وحشني لكنت كسرت دماغك. بس مش وقته، لينا كلام بعدين. اتفضل يا عم. ازيك يا عبد الحميد؟ اهلا يا سليم، نورت النجع. منور باللي فيه. ازيك يا عم سليم؟ اهلا اهلا. ازيك يا عيشه؟ بخير. ازيك يا عمار؟ ازيك يا ست رؤية؟ ازيك يا وائل؟ اتفضل اقعد يا سليم. ويا ترى بقى